الميرف تاخر لجوج فبراير المقبل لان السيد القاضي الله يشافيه عنده كيعاني بشي مرض، وقاضي اللي ناب عليه دخل على اساس انه فقط اخر الملف، وبناء على طلب سجل نيابه جدد ديال بعض الزملاء اللي تمسوا منه مهله قرر انه ياخر الملف 15 يوم اضافيه الى 2 فبراير. هادشي اللي كاين. المتهم كاين متهم واحد، كاين النقيب زيان هو اللي متهم، كان حاضر. كانوا دفاع ديال وزير الداخليه ديال وزاره الداخليه كانوا حاضرين بجوج. حتى شي نقاش، الملف تاخر بسبب طبيعي، نديو السيد بالشفاء الله يشافيه. حنا كنا جاهزين مجدين الدفعات ديالنا ومستعدين اننا نبداو في المناقشه ديال الملف. الله سبحانه وتعالى قرر العكس. ديما كلشي كيسول على هذيك، في حين ان هذيك ماشي هي المهمه، هذيك ماشي شق مهم، هذيك ارنب الصيبه. كلنا غنبقاو مقابلين ديك السيده وغنساو المهم. المهم هي شكايه ديال السيد وزير الداخليه، وهو عضو في واحد الحكومه ديال واحد السيد كان رئيس حزب معارض لحكومته. هذه سياسه محض. وشكون اللي كيمثلو؟ كيمثلو جوج ديال المحامين لاعضاء مكتب التنفيذيه ولا ما عرفتش كيسميوها، ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. كانوا قياديين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه اللي كانوا كيشاركوا في الحكومه ديال وزير الداخليه اللي تقدم في الشكايه. وهذا الشيء سياسه محض، بخصوص التصريحات ديال زعيم حزب وزعيم سياسي بخصوص مسؤولين على ادارات على ادارات ولا على راس على راس شي ادارات ولا مسؤولين في الدوله. دابا نشوفوا واش يمكننا، واش عندنا الحق، واش عندنا الحق نتكلموا في السياسه ونقترحوا. السياسه راه صعيبه، راه ما كتجيش تخطب، راه ماشي كنجي نطلب اليد شي وحده. راه السياسه راه قاصحه، راه كندوي على المصالح ديال الشعب، راه كندوي على المصلحه ديال الدوله. طبعا راه كيكون شي مرات يمكن الكلام يقصح شي حد، ولكن هذا راه النقاش السياسي خصك تقبلوه. انت بغيتي تكون مسؤول سياسي، كتخلص عندك الطوموبيل، انفطح مع راسك، ربما كيعطيوك الدار والكويزينيي والشيفور، ومن الفوق ما تدويش فيا. لا، على الاقل خلي الناس يدويو فيك، هذه هي المقابل. راه المقابل الدوله كتوفر لك واحد الامتيازات، راه كتحكم. جاوب، ناقش. نجيو حنا فين ما يدوي شي واحد، اجي لباباك نصيفطوك للحبس سير عند البوليس. لا بزاف. مضخم فوق القياس، ما يستاهلش. هذا اللي انا حسب رايي. لو كان وزير الداخليه رجل سياسي ما كانش يدير هذا الغلط، لان تابع واحد المسؤول السياسي على حسب اقواله، ما الذكاء السياسي ما كانش يديرها. وباش تشوفوا الذكاء السياسي، السياسيين فينا هما؟ السياسيين اليوم هما المحامين اللي كينوبوا على وزير الداخليه. دابا هما في المعارضه وغياكلوا الثومه بالفم ديال وزير الداخليه في الاغلبيه، وهذا هو التعفريت ديال السياسي. التكنوقراط ما كيشوفش بعيد. واش غنقول لك؟ شنو كاين؟ كاين تصريحات ديالو امام الصحافه، حنا غنناقشوها. شي تصريحات كتعلق بملفات كان كينوب فيها كمحامي، تصريحات كينتقد بعض الاشخاص، ما عمره ما مس بشي مؤسسه، ما زعما كحجج ماديه، ما كاين والو. شنو كاين؟ ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حجه ماديه في الملف. كيقولوا لنا التهريب مجرمه، شنو هي الحجه؟ وهبه خرشوش اتصلت به فاش كانت في الجديده، وثم غبرات بعد ذلك، ما بقاتش كتتصل وغبرات. يعني راه هي كانت، هذه هي نقطه انطلاقه ديال تنفيذ المخطط. بالله ماشي معقول. بالله ماشي ديال المؤسسات، واش كاين ملف فيها؟ لا، ما كاينش كون مؤسسات اللي مسينا. مس المؤسسة؟ شنو المؤسسة مس بها؟ قول لي شنو المؤسسة؟ لا، الدولة عمرها ما جبد الدولة هو، لا هو كيجبد بعض المسؤولين في واحد في شي إدارات، ما متفقش معاهم، ما متفقش مع الطريقة ديال الخدمة ديالهم، ما متفقش مع ننتقدهم شيء طبيعي. ننتقد الشخص وأنت مسؤول سياسي، هذا واجب ديالك، تنتقد مسؤول وأنت في وأنت 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 زعيم سياسي. برأيك أن هذا الملف قرب يتسد ولا مازال غادي؟ والله ما عرفت، والله ما نقدر نقول لكم، على حسب. احنا اليوم كنا معولين، الله قرر العكس. المرة الجاية نشوف واش غادي يقرر سيدي ربي. نعم.
جوج فبراير ان شاء الله. شنو رايك في التضامن ديال الشعب مع النقد؟ الحمد لله انا كنحس بتضامن، تضامن قوي، تضامن موجود، الناس كتدعي معاه، كتسلم عليه، كتبغي تصور معاه، الحمد لله. ايوا ما كنسخاوش بهذا التضامن وبهذه الطرافات وهذا الحب ديال الشعب المغربي، هادشي اللي كيشجعنا اننا نزيدوا نناضلوا ان شاء الله. ما نقدر نقول لهم غير اني نشكرهم على الدعم المعنوي اللي كيعطيونا واللي كيسمح لينا اننا نزيدوا لقدام، بلا به ما بقينا والو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.